السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عبد الله القصاب. موضوع الحلقة اليوم هو عن التخطيط للحياة. ما قاعد أتكلم عن تخطيط الحياة اليوم، ما أتكلم عن ترتيب الأولويات، ما أتكلم عن اختيار الوظيفة أو هدف الحياة، لا. نتكلم عن مرحلة العمر اللي لما يكون الإنسان فيها لا جسمه يعود مثل ما كان، ولا يكون البال طويل مثل ما كان، ولا يكون في عندنا هبة ان نسوي شيء لدرجه ان تنشمل الكرسي او ترد تجلس على الكرسي تحسه كانه انجاز. عارفين الفتره هذه، فتره الشيخوخه، فتره العمر، خلينا نقول حتى مو بالشيخوخه، اللي هي فوق الستين. ليش فوق الستين بالذات؟ شوف، انا وانت وغيرنا يمكن نداوم من عمر 20، من 20، من 25، يلا قول من 30. من 30 إلين 60 سنة، إذا نداوم إحنا 8 ساعات في اليوم، على العمر 60 بنكون قضينا 10 سنين من حياتنا بس في الدوام. 10 سنين في الدوام. إذا كنا نرقد 8 ساعات بعد من عمر 30 إلى 60، 8 ساعات بتكون 10 سنين ثانية من العمر. فعشر سنين من هالثلاثين الأخيرة راحت دوام، وعشرة راحت نوم، فتموا عشرة أنت فيها صاحي بدون عمل. خلك من هذا، خلنا الحين في العشر سنين مالت الدوام. شوف الموضوع أكبر، فإحنا راح ناخذ تخطيط للحياة في موضوع واحد، عشان بنكون دائما واقعيين. ما يستوي ناخذ حياة ونسويها بشكل عام كله، لا، بناخذ الموضوع اللي يخص بس الستين سنة وأنت مخطط لموضوع واحد اللي هو ما بعد الستين. ليش؟ من عمرك مثلاً قلنا 30، أنت تنش 7 الصبح، تنش 5 الفجر، 6 الصبح. إحنا ننش كل يوم 6 الصبح لمدة 10 سنين، 5 أيام في الأسبوع، بس لسبب واحد وايد مهم، أروح الدوام. فجأة بعد التقاعد تنش الصبح ما في دوام. ليش تنش الصبح؟ احنا يوم متعودين ننش الصبح خلال نهاية الأسبوع ما تعرف شو تسوي، لأن 7 الصبح شو بسوي؟ فتخيل كل يوم يصير هالوضع. خلنا نشوف بالتفصيل شو يصير عقب 60. الدراسة التي أجرت في دولة الإمارات على 600 شخص عمارهم فوق 60، فوق 300 منهم كانوا ذكور وفوق 200 كانوا نساء. الدراسة أجرت لربط أو إيجاد هل هناك ربط بين الاكتئاب وعدم الرضا بالحياة. ما وجدوه أن في عدم رضا للحياة، ولذلك 20% منهم كان فيهم اكتئاب. لكن خلك من الاكتئاب الحين، وخلنا نشوف عدم الرضا من الحياة جاي من إيش. فلقوا 3 عوامل رئيسية، اللي أنا استغربت أنه الثلاث العوامل الرئيسية ولا واحد منهم كان الصحة البدنية، لكن الثلاثة كانوا جدا عاطفيين. أول الأسباب كان أن الشخص مثلا عايش فقط مع زوجته، مش مع أبنائه أو مع العائلة الممتدة، فوده اللي بس عايش مع الزوجة اللي عايشة مع زوجها أو الزوج اللي عايش مع زوجته بس يكون فيهم عدم رضا الحياة، وهذا كان السبب الرئيسي المؤدي إلى الاكتئاب. فيمكن موضوع مهم نختم فيه بعدين. الشيء الثاني، نعم، اللي كانوا بعد أيضا اللي بس مع أبنائه. أما اللي عايشين مع العائلة الممتدة فوق 60% منهم كان عندهم رضا عن الحياة. هذه في العلاقات العاطفية كسبب رئيسي الأول. السبب الثاني كان اللي اكتشفوا أن هناك رابط قوي بين عدم الرضا الحياة ومستوى التعليم. مستوى التعليم يبدو أنه كان وايد مهم. الناس اللي كانوا أميين أو نسبة التعليم كان ابتدائي أو حتى ثانوي، كل ما كانت نسبة التعليم أقل في هذيلة كان عدم رضا في الحياة كان أكبر. فمو بس التعليم مهم حسب تلقى وظيفة، يمكن أيضا التعليم مهم أنه لما توصل عمر تكون فيه في أرذل العمر، اللي مثلا يرجع الإنسان ضعيف، مهم جدا يكون في تعليم انه يمكن يخليه يفكر بطريقه اخرى. السبب الثالث كان
الدخل. اللي كان يعيش على معونات كان نسبة الرضا عن الحياة قليلة. أما اللي كانوا عايشين على مستوى دخل محدود، نعم كان أرقامهم أكثر في أنه يقول عندهم رضا عن الحياة، لكن مع ذلك كان قليل. أما اللي وصل لمرحلة متقدمة في العمر وميسور الحال كان عندهم رضا عن الحياة. احنا لما نبى نربط الموضوع هنا، انتبهوا، اول شيء اللي بنقوله اللي متزوج وعايش بس مع زوجته او الزوجه اللي عايشه مع زوجها، عشان ما حد يقول لي والله شوف الزوجه او شوف الزوج، يعني عشان مو في دائما تطلع طرف في كثير من المجتمعات، مو بس في الاقليم اللي احنا فيه بل حول العالم، ان يطلعون دائما طرف الزوجه النكديه. لا، مثل ما كان الزوج اللي عايش مع زوجته، الزوجة اللي عايشة مع زوجها بس نسبة الرضا في الحياة أقل. حلو يكون عندنا مو بس أبناء بل اللي كان عندهم العائلة الممتدة اللي هم أبناء الأبناء أو باقي الأقارب في نفس المكان، وهذا يناسب مجتمع البلاد، أن البيت اللي يلم الجراب منه هنا يكون في رضا أكثر، وهذا قد يكون مختص أكثر في شعب هاي الدولة. لكن احنا ما نتكلم عن دول اخرى، فالبحث كان هني، وهذا حلو في لما نتكلم عن ابحاث علم النفس ان هي تختص في مكان واحد، فمره منعمم على باقي دول الخليج او باقي المنطقه ولا حتى حول العالم في هذا الموضوع، هذا يخصنا جدا. فيمكن كجد او جده احنا يمكن يشوفون عيالهم في عيال عيالهم. ناهيك نتخيل مثلا اذا عمرك 60 وتدخل أنت على ابنك أو ابنك يدخل عليك وأنت تشوف علامات الحزن في ابنك، لو كان ميسور الحال وتشوفه متضايج، هل تظن أن أنت راح تكون سعيد أن شفت ابنك متضايج، أو أن مثلاً أجبرته يدرس هندسة أو أجبرتها تدرس التخصص الفلاني وتقدم العمر وشفتهم متضايجين؟ نعم ميسورين الحال لكن متضايجين. شو تتوقع راح تندم أكثر، على أنك أجبرتهم على التخصص الفلاني أو راح تكون فخورنا ميسورين الحال الحين؟ فالأسباب العاطفية كانت أهم للكبار في العمر من الأسباب الجسدية. غير أن حلو الواحد يخطط لما بيتزوج، أن أنت بتعيش مع هذا الشخص في عمر 60 في عمر 70، فحلو أن تختار شريك حياة أنت تشوف عمرك فيه، مو في وقت شبابك بس، لا بل في آخر العمر. أما في موضوع التفاصيل الأخرى خلنا نشوف مع بعض. المواضيع الثانية اللي تخص الناس اللي فوق 60 سنة وعدم الرضا اللي أدى إلى اكتئاب 20% من 60 شخص اللي تم المسح الميداني عليهم، غير اختيار الشريك اللي قلنا أنه اللي عاش فقط مع شريك حياته أو اللي عاشت مع شريك حياتها فقط كان عندهم عدم الرضا أكثر من اللي مع العائلة الأولى اللي هي الأبناء والعائلة الممتدة اللي كانوا أكثر رضا للحياة. هو موضوع يخص مو بس إجبارنا لأبنائنا على تخصصات حياة أو قرارات مصيرية في حياتهم، بل في شيء مصيري خاص في الإنسان نفسه. هل في هوايات في العمر الكبير؟ أنا فاهم أن الهوايات احنا نتكلم عنها ممكن احنا أطفال في المدارس أو كنا مراهقين، وكثير منا ينسى أنه كان عنده هوايات لما دخل الجامعة، ناهيك عن أن مفهومنا للهواية هي أنه بس اكتبها أو قولها، هوايتي السباحة والشخص حتى يمكن ما يعرف يسبح وتصير، أو هوايتي القراءة والكتابة يمكن غيركم مر في هالموضوع مثل ما مريت فيه. لكن الموضوع هو الهوايات للأشخاص فيما بعد 60 أو حتى بعد 50، لكن البحث كان عن بعد 60 فحنركز عن بعد عمر 60. غاية الهوايات هي اعتبر نفسك كأنك خزان، والخزان هذا في ضغط، إذا الضغط زاد الخزان ينفجر، فالهواية هي كأنها ثقب في هذا الخزان، فكل ما زاد الضغط الثقب أدى إلى أن الضغط يتسرب فما يصير انفجار، فكأن الثقب هو صمام أمان. هذه هي الغاية في الهواية، هي تفريغ للشحنات، تفريغ للعواطف السلبية أو الأفكار السلبية اللي تأثر على قراراتنا في حياتنا اليومية. وفي شيء وايد مهم،
أن لما الإنسان يتقاعد ينش الصبح ما عنده شغل، ما في سبب يخليه ينش الصبح، خلص تريق ويالس الحين الساعة 7 8 9 10 بيشوف هذا ليش هذا ليش هذا كذا هذاك كذا وأنتم ما تسمعون. أو في منهم اللي توه ينتبه إلا أن أطفاله مو بأطفال بل صاروا لهم مو بس مراهقين بل عندهم شخصيات مستقلة، فلان يحب كذا وفلانة تحب كذا أو فلان يحب كذا، فانتبه معي. بعد 60 وجالس ويشوف مثلا إذا عياله راضين أو لا، أو يشوف مثلا مو بعايبنهم وضعهم أو لا، يشوف أشياء في البيت هو مو متعود أن تصير في الدوام. إذا شاف مثلا أكثر من مكبس كهربائي موجودين في محول طاقة واحد راح يقول هذا ليش كذي وهذا ليش كذي وهذا ليش كذي، ليش الإضاءة شغالة لين هالوقت، ليش حاطين أنتم إضاءة صفراء مو بحاطين الإضاءة اللي تستخدم مثلا الإضاءة البيضاء، كل هاي ليش؟ في مصيبة مع كلمة ليش. ليش ما تحفز الإنسان يفكر؟ لما تقول ليش ما سويت كذا وليش سويت كذا، هاي تحفز أن أنا قصرت. تكرار تذكير الإنسان أنه قصر يحفز فيه أنه يكون مثبط في القيام بأي عمل آخر، هذا يولد شحناء في العلاقات. إذا في الرضا الوظيفي في العمل المؤسسي أحد معايير الرضا الوظيفي أنه يكون في علاقات اجتماعية، فكيف في البيت وهي علاقات عاطفية لشخص كان سبب وجودك في الحياة والحين تشوفه كأنه سبب قلق لك في حياتك؟ صعب. وأب مستحيل ما راح يشوف هاي في عياله، أو أم ما راح تشوفها في عيالها. فالحين إذا ما كان في هواية راح يكون شيء وايد صعب إنه يفرغ أي شحنات. أي هواية كانت من الحين وإحنا في ريعان شبابنا أو حتى في منتصف العمر، وعلى فكرة الغاية في الحياة أن يكون عندنا سكينة ويكون عندنا مناعة عاطفية عسب لما نوصل لعمر كبير ما يكون عندنا حسرات في حياتنا جقد ما يكون عندنا رضا عن الحياة. لأن بشكل عام على فكرة رضا الحياة الرقم في البحث اللي صار في الدولة كان عالي جدا الحمد لله. كان معاكم أخوكم عبدالقصاب، والسلام على القلوب العظيمة.